بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد محمد. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر هذه الآية لها تفسير ولها تأويل، التفسير يعني إظهار المعنى بيان المعنى هذا تفسير، التأويل يعني كشف المستور بطن القرآن إذا في رواية رأينا تفسيرا يعني هذا إظهار لمعنى الرواية إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة في شهر رمضان تسمى بليلة القدر تتنزل الملائكة والروح الله يقدر في تلك الليلة ما يشاء خلال السنة ليلة القدر في الروايات إنها فاطمة سلام الله عليها صل على محمد على محمد. محمد هذا تأويل التفسير بيان المعنى والتأويل إظهار الباطن القرآني هذه الآية المباركة بعد قسم الله يقسم بالقمر وبالليل وبالصبح أيمان متعاقبة كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر الله بعد هذه الأيمان المتعاقبة ماذا يقول إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنها الضمير يعود إلى أين يمكن أن يقول الإنسان أن الضمير يعود إلى هذه السورة المباركة يعني سورة المدثر هذه السورة نذيرا للبشر يعني الله انزل هذه السوره على قلب رسوله صلى الله عليه واله لينذر بهذه السوره البشر او هذه الايات السابقه التي تتكلم عن يوم القيامه يوم القيامه نذير للبشر ترى اعرف في يوم القيامه وفي حساب وكتاب دقيق دقيق ولكن ورد عن الامام الباقر عليه افضل الصلاه وازكى السلام ان هذه الايه انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر انها يعني فاطمه سلام الله عليها. هذه الروايه في تفسير القمي فاطمه نذير للبشر. من هي فاطمه؟ ما هي مقامات فاطمه؟ يجب علينا ان نعرف فاطمه. ارتفاعنا في الجنان ان شاء الله وعلو قدرنا يرتبط بمعرفتنا بالله ومعرفتنا بالمعصومين سلام الله عليها، من هي فاطمه؟ يقول عنها الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف ولي في ابنه رسول الله اسوه حسنه. الامام الحجه وهو من بيمنه رزق وراه وبوجوده ثبتت الارض والسماء محور الكون يقول انا اتخذ فاطمه الزهراء اسوه لي. من هي فاطمه؟ يقول عنها الامام العسكري سلام الله عليه نحن حجج الله على الخلق وامنا فاطمه حجه علينا. الله يحتج بنا على الخلق. ويحتج بأمنا علينا هذه لا درجات عالية فاطمة الزهراء سلام الله عليها من مقاماتها وذكرت أن شأن الإنسان بمعرفته بالله والمعصومين سلام الله عليهم اجد ما ازداد معرفة ازداد قربا إلى الله عز وجل فاطمة المعصومة سلام الله عليها وانتم في ضيافتها وفي مدينتها اكو في بعض الروايات كثيره بنات المعصومين بنات الائمه اولاد الائمه كثر في مختلف القرى والمدن والمحافظات في ايران غير ايران ولكن لفاطمه المعصومه شأن من زارها كما عن الامام الجواد سلام الله عليها عارفا بحقها وجب له الجنه او له الجنه. لماذا؟ اكو في روايه لشده معرفتها او تفكرها في فاطمه الزهراء سلام الله عليها. فاطمه المعصومه كان لها درجه رفيعه من المعرفه تجاه الزهراء. هذا المقام العظيم لانها كانت على معرفه اكثر من الاخريات من بنات المعصومين. كما في احدى الروايات، اذا المعرفه هذه كنز يملكها الانسان، درجات الانسان في الاخره وفي الدنيا طبيعي، العالم الى مكانته اذا سواء كان عالم دين او عالم دنيا الى مكانته ويحترم لعلمه الجهل ما له قيمه، العلم اللي له قيمه، فالعلم بمقامات اهل البيت بسمو قدرهم يزداد الإنسان قيمة كلما ازداد معرفة بهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي شريكة المعصومين في عدة آيات من القرآن الكريم آية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة من القربة؟ فاطمة إحداهم آية المباهلة ندعو أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونسائكم فاطمة الزهراء في تلك الآية تشتركوا مع المعصومين سلام الله عليهم في آية التطهير فاطمة الزهراء داخلة آيات متعددة في القرآن الكريم إحدى مقامات الزهراء أنها شريكة المعصومين في تلك الآيات مضافا إلى أنها أسوة للمعصومين من ابنائها، مضافاً إلى أنها حجة على المعصومين من ابنائها. إحدى النقاط المهمة جداً وقد تكون مخفية عن كثيرين. عن فضل الزهراء ومكانة الزهراء سلام الله عليها ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني. ما معنى بضعه؟ يعني قطعه قطعه من بدني البضعه يعني جزء جزء من البدن لا يقول رسول الله فاطمه جزء بدني بضعه من بدني يقول بضعه مني رسول الله هل هو جسم بلا روح؟ جسم وروح وكمالات فاطمه الزهراء بضعه من رسول الله جسما وروحا والمعنويات اللي كان يملكها رسول الله، والفضائل اللي كان يملكها رسول الله، كل تلك الفضائل موجوده في الزهراء سلام الله عليها، بما انها جزء من رسول الله. مو البضعه البدنيه فقط كما هو المعروف لا لا بضعه مني وجود رسول الله الظاهري والباطني النوري والبدني. من من وجود رسول الله فاطمه الزهراء سلام الله عليها، شنو اوصاف رسول الله في القران؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، فاطمه الزهراء بالمؤمنين رؤوف رحيم. شنو اوصاف رسول الله في القران؟ بعد كل شيء يثبت لرسول الله يثبت جزءه لفاطمه الزهراء. شنو اوصاف رسول الله صلى الله عليه واله؟ وانك لعلى خلق عظيم عظيم، الله اللي هو العظيم يقول رسولي هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله على خُلق عظيم، فاطمة الزهراء على خُلق عظيم أيضا. هذه الكمالات موجودة في فاطمة الزهراء، الشاهد إحدى وظائف رسول الله صلى الله عليه واله أنه منذر. إنما أنت منذر. ولكل قوم هاد منذر فاطمة الزهراء ايضا تنذر تنذر من نذيرا للبشر انها لاحدى الكبر يعني احدى كبريات آيات آيات الله في الكون فاطمه كما في تفسير الامام الباقر سلام الله عليه اللي مذكور في تفسير القمي، تفسير القمي من اصح كتبنا يقول يعني فاطمه انها نذيرا للبشر فاطمه الزهراء انما هي نذيره للبشر كما ان رسول الله نذير فاطمه ايضا نذير وتنذر الاخرين تنذرهم فيما يبعدهم عن النار تذكر لهم ما يدخلهم الجنه ويقربهم الى رضوان الله عز وجل هذه مقام الزهراء رسول الله صلى الله عليه واله ثبت الاسلام ولكن انمحى الاسلام بفعل الظلمه بعد رسول الله صلى الله عليه واله ولولا تصدي فاطمه سلام الله عليها ولولا وقوف فاطمه امام الظالمين لم يكو يبقى من الاسلام حتى اسمه، مو الا اسمه، حتى اسمه ما كان يبقى. لانه اللي اجوا بعد رسول الله كانوا يريدون يحكمون يسرقون ينهبون مال الله يسرقون الاموال، يريدون يعيشون عيش السلاطين. باسم خليفه رسول الله سيطر بس شنو هدفه؟ شوفوا تاريخ الخلفاء الامويين العباسيين، خلفاء السقيفه كيف فعلوا في كتاب اسم الاغاني؟ هناك حقيقة يذكر مهازل مهازل مما صنعه من سمى نفسه بخليفة رسول الله لذلك تشوف الإسلام مع أنه كان يمكن أن ينتشر في العالم كله توقف توقف شوية دخلوا في بعض البلاد بالحرب وبالقوة بعدين هم استرجعوا كثير من البلد من البلدان الشاهد أن فاطمة سلام الله عليها نذير للبشر علينا نحن أن نتخذها أسوة كما اتخذها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أسوة يعني شنو نتخذ فاطمة أسوة يعني نجعلها نقتدي بها فاطمة الزهراء وقفت أمام الظالمين علينا نحن أن نقف أمام الظالمين أن نكون أيضا نذير للآخرين طبعا فالملاحظة موجودة يقولون فاقد الشيء لا يعطيه اذا واحد هو مو مهتدي يقدر يهدي الاخرين ما يقدر الكمالات لازم نحصلها احنا حتى نقدر ننذر الاخرين بعدين يجب علينا ان نكسب الخلقيات الفاضلة حقيقة واحد يسعى بينه وبين الله كل شيء في حياته يتركه وكل زين يتمسك به صعب الحاله النفسيه الشهوات الموجوده في الانسان تمنع اكو في روايه انه كان فد زقاق ضيق فرع عقد ضيق رسول الله صلى الله عليه واله كان يعبر هذا العقد ضيق يعني يسع لثلاثه مثلا في عرض واحد او لاثنين فامراه كانت تأتي من الجهة اللي تقابل رسول الله فرسول الله تنحى عنها حتى تعبر وهو يعبر هي هم أتت مقابل رسول الله رسول الله أجي من هالجانب حتى تعبر هي هم أجت أمام رسول الله فدمرتين ثلاثة فالأصحاب نهروها واخري شوية حتى رسول الله يعبر أو الرسول الآن متنحي أنت عبري فقال رسول الله صلى الله عليه واله دعوها فانها جباره متكبره يعني تريد تظهر نفسها انا وقفت امام رسول الله مثلا بس تشوف بعض الاحيان الانسان يكون جبار في امور صغيره لا شيء يريد يبدي نفسه وان كان على الحق كثير من الاحيان تشوف يدري هو مخطئ ولكن يصر على خطاه ليش؟ هذا يريد يظهر نفسه هذا لم يتحلى بالاخلاق الفاضله لازم يغير عاداته في البيت خارج البيت الرجل المراه الزوج مع زوجته والزوجه مع زوجها حقيقه اذا كل واحد كانوا يجعلون فاطمه الزهراء اسوه هل كانت هذه الخلافات العائليه اللي تكثر في احدى البلاد الاسلاميه انا قريت قبل ايام انه تعداد الطلاق وصل الى خمسة تعداد الزواج يعني اذا خلال سنه 100 الف يتزوجون 20 الف يطلقون عدد رهيب ليش لأن الرجل ما يتنازل شوي والمراه ما تتنازل شوي مشكله تصير المشاكل العائليه وبعدين هاي المشاكل العائليه ماذا تصنع يضيع الاولاد وتضيع العائله ويتشتت شملهم وبعدين ما تشوف هذا البنت وين راحت والابن وين راح لماذا لانهم انها جباره كما قال رسول الله صلى الله عليه واله. هاي تريد تظهر نفسها او ذاك الرجل يريد يظهر نفسه بهالمقدار. علينا ان نتبع الزهراء ونكون نذير للاخرين. اذا واحد شاب مو مهتدي بعيد عن الدين إنجره اذا واحد مخالف وانتم يمكن في بغداد في محافظات اخرى مبتلون بالمخالفين، اصدقائكم بالسوق يروحون يجون اسعوا ان تهدوهم. السيد ابو الحسن الاصفهاني رحمه الله كان مرجع الطائفه في زمانه كثير اكثر عشائر العراق اللي كانت من المخالفين السيد بحكمته وبماله وبارتباطه بشيوخ العشائر ذيك الفتره كانت يعني كان شيخ العشائر شيخ العشيره له وزن اكثر مما هو الان يعني لما كان يتخذ قرار بعد الكل يتبعه فاثر كثير من هذول الشيوخ العشائر استبصروا وكثير من ع... من اللي موجودين في عشيرتهم في العشائر المتعدده ايضا استبصروا واهتدوا تشيعوا بحكمه السيد الاصفهاني رحمه الله. يمكن واحد واحد مخالف يجره بس بشرط انه اولا يصلح نفسه قبل ان يصلح الاخرين، نريد نتخذ الزهراء اسوه حقيقه الاسلام فيه كل خير كل خير، اذا بس نعرض الاسلام للاخرين تشوف هم عندهم بضاعه الغربيين عندهم بضاعه تلفانه خربانه لا فيها رائحه الجيفه ولكنهم يعرضونها باحسن العروض ويتاثرون شبابنا بتلك البضاعه، واحنا اللي عندنا الاسلام اللي حقيقه كل خير فيه ما نعرف نعرضه شخص في كندا سمى نفسه بروفيسور خليل هذا نصراني قبل كذا سنه يعني مو فتره طويله 10 سنوات 15 سنه هذا كان بروفيسور مهم جدا مدرس استاذ جامعه في كندا اسلم مجموعه من المخالفين اثروا عليه فهو اصبح من المخالفين يعني لم يتشيع اسلم واصبح من المخالفين بعد فتره هناك هو اقتنع بالاسلام ولكن بالفكر المخالف، بالفكر الاخر، ما كان سامع عن الشيعه. المشكله قصور في رجال الدين، قصور في المبلغين اللي ما يقدرون يوصلون ولو هم الان موجودين في الغرب كثير من رجال الدين، كثير من الشيعه موجودين في الغرب، بس ما عندهم تعايش مع الغربيين، منغلقين على انفسهم. الاسلام دخل الصين بفعل تجار المسلمين، تجار المسلمين كانوا يروحون للصين، الان في الصين حسب بعض التقارير 300 مليون مسلم في الصين ولكن في الجهه غير الصناعيه 300 مليون مسلم تجار المسلمين كانوا يروحون الى الصين باخلاقهم بطريقتهم في التعامل في البيع والشراء تاثروا الصينيين اصبحوا مسلمين خلال فتره مئات السنين 300 مليون مو شيء قليل ربع اهل الصين فهذا اسلم بعدين في السعوديه شافوا هذا خوش بروفيسور ومسلم وكذا يقدرون يفتخرون به طلبوه من كندا اجى الى السعوديه فاخذ يدرس في جامعه من جامعات الرياض وهو حيل مندفع نحو الاسلام رغم انه كان نصراني ومستبصر يعني اسلم فلذلك كان عنده اندفاع ذاتي انه يعمل للاسلام بعد فتره اللي شافوا هذا خوش الى داور قعدوا ويا بعض الوهابية قالوا له أنه أنت زين حسن إسلامك أكو في مجموعة يسمون أنفسهم بالمسلمين هذولا روافض نريدك إن أنت اللي هلقد الآن مسلم وقوي ومستمسك تأخذ كتبهم الطالعة وتردها ليأثرون على شبابنا هذا قال أنا حاضر أنا تركت كندا على الإسلام أي شيء اللي تقولون أنا حاضر له بعض الكتب الشيعية طالعها هذا كان يطلب الحق مو انه يطلب فلوس او كذا تاثر بالكتب الشيعيه صار شيعي هم طالع الكتب حتى يكتب ضد الشيعه واذا به تاثر شاف هذا الحق هو خطا خطوه نحو الحق في الفتره السابقه انه اسلم الاسلام يعني امير المؤمنين سلام الله عليه رسول الله فامير المؤمنين مو رسول الله ففلان وفلان فأجل للجامعة فهو قعد في الصف يدرس قال طلبته هسه مجموعة قال في الواقع أنا وصلت إلى قناعة ولا أخفيكم تلك القناعة أنا طالعت الكتب عرفت أن الشيعة على حق وهذه الأدلة لمن انفضل الجامع انتهت الحصة الدراسية وصل الكلام إلى رئيس الجامعة وإلى الوهابية وإجوا واعتقلوا ذبوب بالسجن السفاره الكنديه دخلت وطلعوه من السجن رجع الى كندا. هذا الان من اشد المدافعين عن الشيعه، الان فعلا يدرس في جامعه من جامعات امريكا. هذا الحق هو يعني صدفه وصله مو احنا اللي رحنا نوصله. بضاعة أهل البيت بضاعة جيدة بضاعة الغير بضاعة مزجات إحنا ليش ما نعرف نوصله هل في بغداد أو في محافظات أخرى حقيقة علينا أن أولا نتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله لمن الناس شافوا تعاملنا معهم تعامله يقول هذا بالفعل شيعة أمير المؤمنين وأنه فد واحد اللي أمير المؤمنين يخجل من عمله كما في بعض القصص. علينا حقيقه ان نقتدي بهم واحد اولا يزداد معرفه بهم وثانيا يسعى ان يطبق حياته حياتهم في حياته في الحياه العائليه الاسريه في السوق في الحوزه اي مكان اللي موجود حقيقه نسعى ان نطبق حياتهم ونتخذهم اسوه كل خطواتنا اللي نخطوها تكون مطابقة لما فعله أهل البيت لما فعلته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذا الملاك حقيقة الإسلام دين جميل جدا طبعا الإسلام الحقيقي هو التشيع وهذا واضح جميل جدا النجاشي ليش أسلم وهو ما شايف رسول الله النجاشي حاكم حبشه ما شاف رسول الله بس انسان عادل عاقل اسلم لانه شاف الواقع في هذا الدين في قضيه مفصله قضيه نجاشي قضيه غريبه جدا في السنه السابعه للهجره جعفر بن ابي طالب عليهما السلام كان بعده في الحبشه البعض رجعوا من الحبشة جعفر بن أبي طالب ومجموعة كانوا إلى السنة السابعة من الهجرة في الحبشة فدز عليهم النجاشي تعالوا راحوا دخلوا على النجاشي هذا حاكم صحيح مسلم ويخفي إسلامه إيمانه ولكن حاكم سلطان ملك فشافوا لابس ثياب رثة الرواية موجودة في الكافي الشريف ثياب رثة وقاعد على التراب خافوا منه ايش هذا قال لا تخافون انا الان قبل شويه وصلني خبر من جواسيسي ان رسول الله صلى الله عليه واله في بادر في الحرب مع المشركين غلبهم وانهزم المشركون وقد وصلنا من النبي عيسى هو يقول نجاشي انه اذا احدث الله لك نعمه فاحدث له شكرا فأنا الآن فأحدث له تواضعا فأنا الآن شفت شلون فالتواضع جديد لله لأن رسول الله صلى الله عليه واله في الحرب غلب المشركين ماذا أفعل؟ فكرت أنه هيجي ألبس ثياب رثة بالية وأقعد على التراب مثل ما احنا لما الواحد في الروايات أنه إذا كانت لك نعمة فاسجد لله شكرا يعني أعز الأماكن الجبهة خلي على التراب هذا نوع تواضع بعد شكرا لله عز وجل هسه هذا النجاشي الحاكم اللي ما يحتاج للإسلام شنو اللي خلاه يسلم لأنه عرف حقانية الإسلام ابن نجاشي بعد ما مات نجاشي طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على النجاشي صلاة الغائب المورد الوحيد هذه من مختصات رسول الله الرسول في المدينة من المدينة صلى على نجاشي صلاة الميت صلاة الغائب هذه من مختصات رسول الله المخالفين يقولون لا هذه عامة عامة يعني أي واحد مات في أي بلد تف من بلد آخر تقدر تصلي على صلاة الميت ولكنها مختصة برسول الله مو عامة عندنا فبعدين ابن نجاشي صارت اضطرابات في الحبشة ابن نجاشي كان الحاكم صار وراء أبوه اضطرابات أخذوه هو شرد او اخذوه سفروه يعني مو سفروه كعبد باعه كما موجود في التاريخ اجى الى الكوفه وكان عند امير المؤمنين ورا فترة استقرت الامور هناك في الحبشه دزوا عليه انت السلطان ارجع على كرسي السلطنه قال اللي يرتبط بعلي بن ابي طالب سلام الله عليه بعد ما يريد السلطنه ولا السلطان انا ما ارجع كل ما اصروا عليه انه تعال ارجع هو كان جاي الى الكوفه في زمن امير المؤمنين خلافه امير المؤمنين سلام الله عليه الظاهريه قال انا ما ارجع انا اظل في الكوفه ابقى راحوا على امير المؤمنين هذا الحاكم مالتنا هنا وهناك نحتاج له لانه حكيم فامير المؤمنين قال هو شانه انا ما اقدر اضغط عليه ارجع هو هم قال انا ما اترك امير المؤمنين اللي يوصل الى واقع الدين ما يترك هذا الدين ولو يذبحوا ذبح ايش قص صارت في اللطيفيه والحميديه وفي دياله وكذا كذا يقول اتبر من علي ونتركك قال له ما اتبرى شلون؟ قال نملي بدنك بالرصاص قال ما اتبرى فتح الرشاش عليه احد اصدقائنا هو كان ينقل يقول انا كنت بالكي اللي نزلوه هذا باللطيفيه قال له شيخ كان طبعا ما كان لابس العمامه بالطريق فقال ما اتبرى شنو يصير؟ قال نترسك رصاص قال وان يقول فتح الرشاش عليه ما ادري نقل 60 65 طلقه في بدنه صارت هذا شلون حقد ذاك عنده بس هذا شلون استقامه عنده اللي يعرف واقع الدين واقع الاسلام ما يتركه بس المهم احنا نوصله للاخرين اذا وصلناه للاخرين اولا احنا نتحلى بمكارم الاخلاق حقيقة نتقيد نطلب من السيدة معصومة انتم الان هنا أنا، وان شاء الله إلى، تروحون الى الامام الرضا سلام الله عليه اطلبوا من الامام الرضا انه احنا حقيقة نكون تبع لهم امير المؤمنين سلام الله عليه يقول كنت اتبعه يعني اتبع رسول الله اتباع الفصيل اثر امه الفصيل يمشي يخلي ارجله دقيقا في المكان اللي الام خاله الرجل نفسه ما يتاخر ما يتقدم ابدا هكذا نتبع اهل البيت اي مكان اللي سلكوا نسلك يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك ما سلكه امير المؤمنين سلام الله عليه ليش لان الحق مع امير المؤمنين كلا والقمر والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر البشر يعني كل البشر البشر من الأنبياء وغير الأنبياء الإمام الصادق يقول هي فاطمة الزهراء وعلى معرفتها دارت القرون الأولى مو القرون المتأخرة لا على معرفة فاطمة الزهراء هذه كانت نور قبل خلق الأرض والسماء أكو في رواية هذه الرواية مذكورة في الكاف الشريف عن الإمام الباقر أو الصادق سلام الله عليهما وأختم بهذه الرواية كلامي يقول خلق الله نورا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا النور كان يسبح الله يقدس الله بعد ذلك انشق النور إلى قسمين فكان أحدهما رسول الله والآخر علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد يسبحان ويقدسان ويهللان بعد فترة امتزج النوران فأصبح نور واحد بعد فترة أيضا اقتسم هذا النور انقسم إلى قسمين وكل قسم قسمان فرسول الله وعلي سلام الله عليه والحسن والحسين هؤلاء كلهم من نور واحد في الرواية أنه ثم خلق الله نوراً فالنور آخر كأنما يوازي هذا النور في عظمته فكانت فاطمة سلام الله عليها هذا الوجود النوراني هذه البركة الإلهية الهائلة التي الحمد لله نحن نفتخر بأننا من شيعتها وشيعة زوجها وشيعة أبيها وشيعة أبنائها هذا الحمد لله واصل إلنا علينا أن نتبعها، أن نتخذها أسوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وما ذلك على الله بعزيز، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.